الفنانة الجميلة مايا عمر منورانا عبر شاشة فوشي. أهلا بك. ميرسي جدا. مايا نمسك الخشب متألقة دايما. آخر فيلم آخر ديك في مصر اتعرض، ردود الأفعال الإيجابية إيه ودورك بقى كان عامل فيه إزاي؟ أنت شفته؟ لا الحمد لله ردود الأفعال كويسة جدا، انبسطت جدا يعني الناس انبسطت بالدور والدور كان جديد عليا فالحمد لله. تعاون بقى مع محمد رمضان دراما وسينما يعني بعد الأسطورة، كان آخر ديك في مصر شايفاه إزاي؟ بص احنا يمكن في رمضان اللي فات الحمد لله حققنا ديو كويس مع بعض، الناس حبيته فحبينا ان احنا نكرر التجربه في السينما، ودي كانت اول تجربه ليا يعني اول بطوله ليا في السينما. ف لا انا ببسط جدا في التمثيل مع محمد رمضان. ف سباق رمضان 2017 هتقدمي لنا ايه؟ ان شاء الله عندي مسلسل عفريت عدلي علام زي ما عادل امام، وعندي مسلسل تاني اسمه هو وهي هو، ده مع احمد فهمي واكرم حسني، ده حلقات منفصله متصله كل يوم بقى حلقه شكل. كواليس التعامل بقى مع زعيم عادل امام خصوصا ان هو دخل لوكيشن يعني لك. بص مبسوطه جدا جدا جدا، هو شخص متواضع جدا وملتزم جدا لاقصى درجه، يعني يمكن انت دايما تشوف ان ايه ده النجوم مش ملتزمين او هو ومواعيده بيجي بالدقيقه، يعني تظبط عليه الساعه بيجي بالدقيقه وبيشتغل جامد جدا. اول كلمه قالها لك الزعيم عادل امام ايه بجد؟ قال لي مبروك وسعيد بيكي وان شاء الله نعمل شغل حلو، دي كانت اول حاجه. لوك النهارده بقى وتصميم النهارده وانت مش عارفه تتحركي من الفستان، هو بس عشان هو تصميم هاني البحيري حبيبه. الشعر والشعر كيمي، ميك اب احمد عبد الرازق. مسلسل هو وهي حلقات متصله شايفاها ازاي خصوصا ان هي دي جديده قوي على الدراما المصريه؟ لا يعني مبسوطه جدا لان هي مش بس حلقات منفصله، هو يمكن فيها شخصيات كتير فهتشوفوني باشكال كتير جدا مختلفه غير متوقعه. في اكشن، في اكشن وفي شر، في كل حاجه، في اكشن وفي شر وفي كل حاجه.